مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا جمال عبد الناصر. احنا النهارده موجودين في معرض سيتي سكيب، والنهارده تاني يوم. فاحنا المفروض معانا مشروع مميز جدا لشركه جيتس. شركه جيتس طبعا بدات في الماركت العقاري سنه 2018، وعندها هيستوري كبير في اكتوبر والعاصمه الاداريه والساحل الشمالي. طبعا هنبدا باكتوبر، ايه المشروعات الموجوده في اكتوبر؟ احنا عندنا مشروع بنفيه على وصل الدهشور كوميرشال وريزيدنشال، وعندنا مشروع سبيس كوميرشال 8.5 فدان على محور 26 يوليو بعد مسجد الشرطه، عندنا ويست جيت في اكتوبر، وعندنا طبعا مشروع الايجار اللي احنا هنتكلم اوريدي عليه النهارده، مشروع في نيو زايد على الطريق الصحراوي. وطبعا المشروع اوريدي في عندهم مشروع في الشيخ زايد القديمه اسبانا بلازا، وده اوريدي شغال ليفابل موجود، ده مشروع كوميرشال. وطبعا عندهم في العاصمه الاداريه ثلاث مشروعات، وداز وفينيا وكاتالان. والمشروع اللي تم طرحه اخيرا او مؤخرا هو مشروع ليف في الساحل الشمالي. فاحنا النهارده معانا حد من كوادر شركه جيتس، طارق شكري، هيدينا كده فكره كامله عن مشروع الايجار اللي احنا واقفين على الماكت بتاعه. واتفضل يا طارق، كده ممكن تدينا فكره كامله عن الهيستوري بتاع الشركه وتاريخ الشركه؟ بص، هيستوري الشركه سريعا، احنا ابتدينا في الماركت كديفلوبر من 2018. ابتدينا بثلاث مشاريع في العاصمه الاداريه، مشروعين سكني في منطقه الار 7، مشروع كاتالان وفينيا، كل واحد فيهم 40 فدان. كاتالان تسليماته ابتدت من السنه دي، فينيا تسليماته السنه الجايه. وعندنا مشروع الثالث وداز، ده مول ار دي 7 في منطقه حي الوزارات، ده اوريدي متسلم وتشغيله في شهر 11 اللي جاي. بعد كده الشركه اتجهت للشيخ زايد بخمس مشاريع. اول واحد كان بلازا سبانا زي ما انت قلت، ده اوريدي متسلم وده اللي فيه الهيد اوفيس بتاعنا. عندنا بعد كده مشروع سبيس، ده على المحور دايركت. ويست جيت ده مول في 6 اكتوبر، ده اوريدي شغال دلوقتي. عندنا بعد كده مشروع اسمه الجبية على وصل الدهشور، ده 17 فدان 96 فيلا، وفي 3 فدان ده الكوميرشال اريا اللي موجوده دايركت على الطريق بتاع وصل الدهشور. حلو جدا. والمشروع الخامس طبعا الايجار، وبعد كده نزلنا مشروع ليف في الساحل الشمالي. مشروع الايجار احنا بنتكلم في مشروع 65 فدان في الكيلو 42 طريق الصحراوي قدام مطار سفنكس دايركت الناحيه الثانيه. اوكي. المشروع بنتكلم ان هو 70% من المشروع فيلا ستاند الون او كواترو او تاون هاوسز، و30% من المشروع بيبقى استهل الابارتمنتس، ودي بتبقى شقق عمارات ارضي ثلاث ادوار اربع شقق في الدور. طيب احنا عندنا مشروع الايجار ده كده الطريق الصحراوي، احنا كيلو 42 قدامنا الناحيه الثانيه على طول المدخل بتاع مطار سفنكس. احنا كده المشروعات اللي قبلنا ايه على الصحراوي؟ يعني ده الطريق الصحراوي، المشروعات اللي قبلنا ايه؟ اللي قبلنا عندنا ايه؟ اللي قبلنا عندنا مراسم وتطوير مصر وصادق. حلو. وعندنا في دي جويا بتاع تاج مصر. وبعدينا في بيبل اند بليسز. حلو جدا. تمام. احنا المشروع عندنا في كونفنشن اريا هتبقى موجوده على الطريق الصحراوي دايركت. احنا المشروع اوفرول 65 فدان، بيتكون من 70% من مشروع فيلل ما بين ستاند الون فيلز تاون هاوس وكواترو. عندنا ده التايب بتاع الكواترو، ده بيبقى اربع فيلل كل فيلا فيهم 200 متر ارضي واول روف. الكواترو ده بيبقى فيلتين وفي ظهرهم فيلتين، فيلتين الناحيه دي وفيلتين الناحيه الثانيه. حلو جدا. ده بيبقى ارضي واول وروف. حلو جدا. تمام. وعندي الجزء الثاني ده بيبقى تاون هاوس، ده بيبقى ارضي واول روف. ده بيبقى البلوك فيه اربع فيلل ولا فيه سته؟ اربعه او سته. اوكي. على حسب البلوك، فيه بلوكات اربعه وفيه بلوكات سته. وعندي في النص هنا بيبقى كل ده ستاند الونز، بيبقى طبعا كل الستاند الونز بيبقى بص على ليك او على جوكينج تراك او البايسكل لين، او بنبص على اللاندسكيب عموما. يعني انت في المشروع بتاعك انت مقلل بص نسبة انت عندك نسبه الطرق الرئيسيه اللي موجوده في المشروع وكلها معظمها ليكس كمان. بالظبط. المشروع الميزه الثانيه ان احنا 70% بس فيلل، المشروع 30% عمارات، فالكباسيتي بتاعت المشروع مش عاليه. حلو. عندنا دي جيت الاولانيه وعندنا الجيت الثانيه هناك. فين الجيت الاولانيه؟ الجيت الثانيه، الجيت دي اول الاولانيه ده من الطريق الجانبي من الصحراوي، صح كده؟ من الصحراوي دي جيت اول بوابه، وعندنا دي البوابه الثانيه للمشروع. تمام. ده بالنسبه لجزء الفيلل. هيبقى عندنا هنا الجزء ده، ده الكلاب هاوس بتاع البروجكت. كل الكلاب هاوس بتاع المشروع. بالظبط. كل اللي قدامه ده بيبقى السوينج بول. اوكي. تمام. ده طبعا هيبقى فيه الجيم، الفاين دايننج، الحاجات دي كلها. عندنا بعد كده العمارات ارضي ثلاث ادوار. العمارات تبقى ارضي وثلاث ادوار. عندنا طيب شقتين باصين الناحيه دي. حلو. وشقتين باصين على اللاند سكيب على البول اللي ورا ده. بالظبط. سواء بول او سواء ان هو واخد ده في بنت هاوس في البيلدنج؟ لا، مفيش بنت هاوس. العماره اللي الدور بيبقى فيه كام شقه؟ ارضي وثلاثه، اربع شقق في الدور، اثنين فرونت واثنين باك. اربع شقق في الدور؟ بالظبط. اثنين فرونت واثنين باك. اوكي. تمام. طبعا انت هنا السبيسز ما بين البيلدنجز قد ايه؟ يعني السبيسز بص المسافه دي بنتكلم في حوالي افريج 40 متر. حلو. تمام.
عندك بعد كده ما بين البيلدنج والتاني بنتكلم افريج 8 متر افريج 8 متر البيلدنج. لو قلنا بالجنينه بالممر اللي في النص بنتكلم من 8 ل 10 متر الفرق ما بين العمارتين. حلو جدا. تمام. طبعا الميزه ان انت كل ما فيش اندر جراوند باركينج, كلها سلوتس قدام البيلدنجز. حلو. بس طبعا السلوتس كلها تكفي العربيات كلها. أوكي. المشروع احنا بنتكلم في مشروع كروزي صغير 65 فدان, الكباسيتي بتاعته مش عاليه خالص. حلو. تقسيمات المشروع عندي بيبقى في بالنسبه للعمارات, عندي في 2 بيدرومز 115 متر و 3 بيدرومز 145 متر. حلو. عندي الستاند الون فيلز. انت المشروع الديبس بتاعه كام؟ يعني من الطريق الصحراوي لحد مثلا اخر وحده بيلدنجز هنا ممكن نقول مثلا افريج او متوسط افريج كيلو ونص مثلا. كيلو ونص. افريج كيلو ونص. تمام. يعني حلو. ممكن تزيد شويه بس يعني الافريج بتاعي يبقى كيلو ونص. تمام. انا كل اللي قدام ده, كل اللي قدام ده كده من اول هنا لغايه الصحراوي كل ده الصحراوي كل ده فيلا صح كده. طيب. بعد كده عندي من اول هنا لغايه الاخر ده بيبقى جزء العمارات. تمام. حلو قوي. تمام. طبعا احنا بنسلم بيبقى كوره انشال. احنا المشروع التسليم عندي الداخلي للفيلل كوره فيلل او شقق. بيبقى فيلل او شقق كوره انشال. بالظبط. اوكي. عندك العمارات بيبقى المساحتين اللي فيها ال2 بيدرومز 115 و3 بيدرومز 145 متر, هي مساحتين ثابتين عندي. حلو. بالنسبه للتاون هاوس خلينا كده نروح عند التاون هاوسز. انت عندك بلوكات بيبقى فيها اربعه وبلوك فيه سته. يعني ده أربعة. يعني ده بلوك فيه اربع فيلات تاون هاوس صح كده؟ التاون بيبقى ارضي واول هوف. ارضي واول. اوكي. عندنا هنا سته. ده السته. 3 4 5 6. حلو جدا. تمام. بيبقى الكورنر عندي 190 متر والميدل 185 متر. حلو. طبعا الكورنر بيبقى جنينته اكبر من الجنينه بتاعه الميدل. اوكي. عندي بعد كده الستاند الون فيلا, هي مساحه ثابته 255 متر. 255 الارض بتاعتها 400 متر. بالظبط. والارض بتاعتها 455 متر. طيب متقسمه ازاي الستاند الون او تقسيمه الستاند الون عامله ازاي؟ الستاند الون بيبقى عندك الدور الارضي بيبقى فيه مطبخ ميد روم بتويلت بجست تويلت, وبعد كده الدايننج والريسبشن والليفن. حلو. تطلع الدور الاول بيبقى فيه فور بيدرومز, وبعد كده تطلع الروف بيبقى فيه اوضه ثانيه ماستر على الروف. حلو. يعتبر 5 بيدرومز. 5 بيدرومز بالظبط في الستاند الون صح؟ الستاند الون. اوكي. بالنسبه لتقسيمات الكواترو او مساحات الكواترو, الكواترو انا عندي 200 متر. والكواترو انا شايف ان هو الموقع او اللوكيشن بتاعه في المشروع مميز جدا دايركت على الصحراوي. بالظبط. الكواترو برضو كمساحه احنا بنتكلم في 200 متر, الارض بتاعها بيبقى ريسبشن ميد روم بتويلت وجيست تويلت والدايننج. بعد كده عندك الدور الاول بيبقى 3 بيدرومز, وبعد كده في الروف بيبقى فيه اوضه رابعه. اوكي. ده بالنسبه للكواترو. طيب انا كعميل اقدر اشتري في المشروع ده ليه؟ يعني ايه اللي يميز لوجار عن المشروعات الثانيه الموجوده في الشيخ زايد الجديده؟ يعني انا اروح ليه للوجار؟ بص لوجار مبدئيا انت التايبس كمساحات واسعار انت بتاخد قيمه مقابل سعر. حلو. يعني انا عندي الاسعار النهارده التاون هاوس بيستارت من اول 13 مليون. اوكي. الستاند الون فيلا بنتكلم افريج ال 24 مليون. حلو. التو بيدرومز عندي بتستارت من اول 6 200, 3 بيدرومز من اول 8 ونص. فبالنسبه للاسعار على المساحات بنتكلم ان انت الاسعار على المساحات بتتكلم ان انت بتاخد قيمه مقابل سعر. اوكي. الكومباوند مش كبير, كومباوند 65 فدان, فانت برضه حتى تقسيمه الحاجات بالنسبه للعمارات وبالنسبه للمساحات اللي ما بين العمارات باللاند سكيب احنا قلنا المساحات العرض المسافه اللي ما بين البيلدنج من 40 ل 45 متر. من 40 ل 45 متر. اوكي. فانت بتتكلم في مساحات واسعه, الكومباوند مش زحمه. الميزه بتاعتك ان انت الثانيه ان انت لو انت جاي من على الطريق الصحراوي على طول تطلع من وسط الدشور اتجاه اسكندريه. الميزه ان انا عندي في اللوكيشن ان انت اول ما توصل عند مطار سفنكس تاخد اول فلاي اوفر بتنزل انا اول مشروع على طول من اول اللفه. حلو جدا. فدي اول ميزه عندي. احنا بنتكلم كده انظمه السداد, يعني انت اوريدي كان عندك انظمه السداد ستاندرد قبل المعرض بتاع سيتسكيب, ودلوقتي احنا يعتبر ثاني يوم النهارده في المعرض, ففي اوفرز حلوه جدا. الاوفرز دي هتخلص بمجرد انتهاء المعرض العقاري, والمعرض العقاري هيخلص يوم احنا بنتكلم في 27 ولا 28 يوم السبت. يوم السبت القادم 28. يوم 28 هيخلص المعرض, وبمجرد انتهاء الاوفرز دي هتخلص. فاحنا كده عندنا البيمنت الستاندرد. البيمنت اللي قبل المعرض كان 5% دلوقتي, 5% بعد 3 شهور. اوكي. بيقسط على 8 سنين. اوكي. الاوفر بتاع المعرض بنتكلم في زيرو داون بايمنت على 8 سنين او 10% على 9 سنين, وبننزل ب 10% و10% بعد سنه ونص, وبتقسط على 10 سنين. اوكي. فاحنا لو بنيجي ناخد اليونت اللي هي لو خدنا البايمنت اللي هي على 10 سنين, لو خدنا ستاند الون فيلا فهنلاقي ان احنا البايمنت بلان كاقساط هتبقى بالنسبه لنا مناسبه. تمام. شكرا جدا يا طارق, وميرسي جدا للريفيو الجميل ده عن مشروع لوجار. مشروع لوجار من المشروعات المميزه جدا, ويعتبر تيكت برايس من افضل التيكت برايس الموجوده في منطقه الشيخ زايد الكبير. شكرا يا طارق. شكرا.
ألف شكر لك. حبيبي.